يسعدني بهذا القسم من حلقتنا أني أستقبل ضياء حجيحيا، صحفي هآرتس، عرب 48 وراديو الناس. أهلا وسهلا فيك ضياء. أهلا وسهلا بك كل المشاهدين والمستمعين. إحنا في بداية بدينا في طرح قضية الإعلام قديش بيقدر يعمل تغطية لكل قضية التحرشات الجنسية والعنف ضد النساء، ولا شك أنه مجتمعنا قطع شوط. يعني أنا ما بدي ألغي كل العمل اللي كان في السنوات السابقة، لا شك أنه إحنا قطعنا شوط كبير. قديش اليوم بتشوف أنه في اختلاف بالتوجه للإعلاميين العرب كونهن في مواقع مختلفة، إن كان في موقع إعلام عبري أو إعلام عربي، هل هن بيختلفوا عن المجتمع وبطرحوا طرح جديد، ولا كمان إحنا جزء من هالمجتمع كإعلاميين وبنطرح أفكارنا ومبادئنا وعائشة ربينا في كثير من الأحيان؟ أتوقع أنه الإعلام العربي بشكل عام في الداخل الفلسطيني بمر في حالة من التطور، ولا شك أنه بنشهد يعني هذه الحالة من التطور، خاصة أنه في عنا جيل صحفي مبادر، جيل صحفي عنده حس وطني، عنده حس في مجتمعه، عنده إحساس في قضايا مجتمعه، يعيش هاي القضايا، وهذا الإشي واضح في الميدان. صار عندنا بلبلة معينة في قضية الإعلام مع دخول وسائل التواصل الاجتماعي، ومع كل هاي البلبلة يعني حدث أنه اختلطت الصحافة الرسمية التقليدية في الصحافة الميديا والنيو ميديا، فهنا حدث نوعا ما من اللخبطة، فالناس صارت تتلخبط بين الصحافة اللي احنا يعني بناش ننظر اي انسان، حتى الصحافة الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي هي صفية منها صحافة محترمة وتحترم الضوابط الصحفية، ولكن صار هنالك لغط معين. اعتقد انه في تطور، نعم في قضايا تتناول، ولكن مش بشكل كامل. لا شك انه نحتاج الى الكثير من الكثير، وانا عن نفسي يعني عن شخصي بقول اني انا يعني كل يوم بمر في علي في هذا العمل، اني تقريبا 11 عام في هذا المجال، ولكن كل يوم بمر علي انا بتعلم شيء جديد، بالاخص يعني عن المجتمع نفسه، بينما انه المجتمع نفسه في حاله تطور، فالصحافه هي برضه في حاله تطور، ولكن الضوابط اللي كانت موجودة يعني في سنين معينة بدأت تتغير نوعا ما. للأسف الشديد العوائق الموجودة للصحافة بشكل عام، لوسائل الإعلام العربية الموجودة في الداخل الفلسطيني بشكل عام، وللصحافة بشكل خاص عوائق كبيرة جدا، منها عوائق خطيرة في كل مناحي الحياة يتعلق فيها. في أي قضية الصحفي العربي بيطرحها ممكن أنه يتهدد فيها ويتلقى تهديدات، خاصة من نتحدث عن قضية حساسة جداً حساسة من التابوهات، يعني المواضيع اللي هي بالضبط. يعني الخط الأحمر اللي إحنا تقريباً ما بنحكي عنه في محلات بشكل عام بمجتمعنا، القضايا اللي ممنوع حدا يقرب عليها. يعني هاي القضايا بالذات أنا بدي أسألك، شو صعوبتك أنت تجربتك الشخصية، شو صعوبتك أنك تغطي هيك حدث لما بتسمع عن قضية اعتداء جنسي بمكان معين، إن كان مكان عمل أو في داخل عيلة أو في قضية لقاصر؟ يعني كتير في حالات، في سمعنا عن كل أنواع الحالات. كضياء كصحفي، شو الصعوبة اللي أنت بتواجهها بشكل خاص؟ نعم، أولا نبدأ يعني من قضية أنه قضية التحرشات في الوقت الحالي لا تأخذ حيز كبير بالنسبة للمجتمع، يعني في حتى هاي اللحظات المجتمع في عنده تحفظات من الحديث حول هاي الظاهرة، وهي المشكلة. يعني انت بدك توجه حديثك للناس، الناس مش متفهمة هاي القضية، او مش متفهمة ألم الضحايا، ومش متفهمة ألم عائلاتهم وايش بمرهم موجودين، او حتى هي شو القضية. يعني عن يعني لما تقول تحرشات جنسية عن ايش بنتخرف احنا، عن شو التفاصيل؟ تفاصيل مش موجودة كثير. ممكن انه الإعلام اخفق في مرحلة معينة انه يمرر هاي التفاصيل، ممكن التفاصيل هاي ما وصلت الإعلام لأنه المجتمع نوعا ما كان محافظ، وهي قضايا كثيرة كانت يعني تطمر تحت الأرض وكانت يعني تطبطب باللغة العامية. فهاي القضية أولا أنه المجتمع ما بيتعامل مع هاي القضية أولا بشكل مفتوح. ثانيا هناك يعني كمجتمع محافظ نحن بنعرف أنه في الخط بين ما يسمى الشرف وما يسمى القضية التحرشية. إحنا بنواجه عوائق كثيرة، أولا في تسريبنا المعلومات، إحنا بنعرف أنه في حساسية معينة كبيرة
في وصول هاي المعلومات لإلنا إحنا كصحفيين، وبنعرف إنه في خطورة أصلاً من وصول هاي المعلومات لإلنا إحنا كصحفيين. ولكن الأمر الآخر يعني أنا حسب رأيي بقول إنه هو العائق اللي بيزداد كل فترة، هو عائق انتشار الجريمة والمنظمات الإجرامية في المجتمع العربي للأسف الشديد. كثير من القضايا التحرش أو حتى أكبر من ذلك قضايا اغتصاب تم طمرها وطمسها بإصبع من أيادي المنظمات الإجرامية أو الناس بتهديد اللي بده يقوم بالتغطية، يعني سواء بتهديد المغتصب حتى يعني بيكون زي ما إحنا بنقولها بيعملوا له محكمة ميدانية، يا إما بيطلقوا عليه النار يا إما بيدفع مصاري بدون ما توصل شرطة بدون ما توصل محكمة، بصير محاكمته عن طريق هاي الأشخاص. يا إما الضحية بخفوها أو بخفوها أو بتخفي القضية نفسها، بيهددوها أو بيهددوا عائلتها إنه ما تتشكي، لأنه الشخص اللي متهم في التحرش أو في الاغتصاب بيكون مستأجر هاي الناس أو هو مقرب من هاي الناس، وبالتالي كمان الصحفي نفسه هو مهدد على الصحفي بيد. هذا هو نفسه بيهدد مهدد وعيلته كمان مهددة، فبالضبط فبيعود هذا على الصحفي، فإذا الصحفي بده ينشر يعني إذا أخذنا في العالم الغربي قضية اغتصاب امرأة ممكن تكون قضية على الرأي العام، كل البلد تهتم وتوقف وقفة واحدة وما تستمر في يومها الثاني غير لتنه يكون في عدل وعدالة في هاي القضية، هذا مش موجود عندنا. لا احنا بدنا نطم الموضوع، احنا بدناش ندفع أثمان زيادة، احنا ما بتتحول لقضية رأي عام، بتصير قضية هاي الإنساني أو هاي العيلة أو هدول الأفراد اللي أبصر شو لتنه منشكك حتى في سلوكهن. وأنا كثير هون بخاف من قضية الربط ما بين السلوك الجنسي اللي هو ممكن يكون مش مقبول في حالات معينة وبين التحرش أو الاعتداء، هدول قضيتين مختلفتين. صحيح. قضية التحرش هي قضية ما فيش فيها رغبة، قضية الاعتداء أو الاغتصاب هو فيش فيه رغبة ما فيه قبول، فيعني كيف مجتمعنا بيساوي قضيتين من هالشكل كأنهن قضية واحدة يعني. نعم، هنا برضو برجع لإخفاق الصحافة في مرحلة معينة وإخفاق بعض الصحفيين إنه هاي القضايا ما كانت تنطرح، ممكن لأنه الصحافة مثل ما قلت إنه ما كانت متطورة بشكل أو بآخر، أو حتى إنه هاي المعلومات ما كانت توصل. أعتقد إنه بالفترة الأخيرة، وأنا بلاحظ هذا الإشي، أنا عن نفسي تلقيت أكثر من يعني من شكوى من صبايا اللي تعرضن للتحرش وبدهن يحكين، بدهن يعبرن عن الألم اللي هن موجودين، الألم اللي موجود فيهن، بدهن يساعدن حتى يعني بدهن ضحايا تانيات إنهن يعني ما يخفن إنهن يطلعن بشكل أو بآخر للإعلام. طبعا احنا نعرف إنه في حساسية معينة، سواء كان ذلك يعني العوائق اللي هي بتواجهها من ناحية عائلتها، ممكن إنه هي يعني أنا واجهت إحدى الشكاوى مثلا البنت كانت بدها تطلع وبدها تتصور بس عائلتها ما بدها، عائلتها يعني خلينا نقول مش هددتها ولكن امها قالت لها اذا انت بتطلع انت بتفضحينا، وانت بس البنت ما دعموها تطلع. يعني تراجعت هي بسبب خوفها من العيله، هي كانت نعم هي دعمت في قضيتها انه كانت تعرضت لحاله اغتصاب، ولكن كانت هي بدها تطلع على الاعلام، وهي تعمل حتى في مؤسسه اللي هي احدى المؤسسات اللي تعمل في هذا السياق، ولكن كانت بدها تطلع بصورتها وبصوتها، ومشان بالفعل في النساء اللي بتتعرض او الصبايا القضية العامة ما تخاف تكون هي نموذج لهذه النساء، ولكن يعني تعرضت للعائق اللي هو الموجود العالي. فهذا يعني احنا العائق الاول هو عائق المنظمات الاجراميه في المجتمع اللي يتفشى فيه الاجرام للاسف الشديد، ثاني شيء العائق المعلوماتي والمؤسسات اللي موجود، كمان احنا كاعلام عربي المؤسسات الرسمية ما بتتعامل معنا كمثل الإعلام العبري، أنا بشاهد هاي الإشي كأني بشتغل في طرفين، بشتغل في العبري بشتغل في العربي، فبشوف كيف وين بتشوف إنه في لك مساحة أكثر فيها حرية؟ بشوف إلي مساحة أكثر في الإعلام العبري للأسف الشديد، لأنه في قبول لأنك تطرح القضايا زي ما هي بشكل حر. بالضبط، كمان إنه المؤسسات الرسمية على يعني خلينا نقول وزارة الرفاه ووزارة الرفاه وكمان الشرطة وكل الأذرع الأمنية لا تتعامل مع الصحفي العربي يعمل في وسيلة إعلام عربية، أو لا تتعامل مع الإعلام العربي كالإعلام اليهودي، بتهمشه تماما، بتهمشه بالضبط، كما تتعامل مع المواطن في الشارع في الشكل اليومي هي تتعامل مع الإعلام العربي بصورة تمييزية بصورة هامشية بكل ما يتعلق من المعلومات. لا يعني عند الإعلام العربي ما فيش تسريبات،
عند الإعلام العربي ما فيش أي معطيات بتكون خاصة ترسل لوسائل الإعلام العبرية، فوسائل الإعلام العربية على عكس وسائل الإعلام العبرية بتكون المؤسسات هناك كتلة حالها إنها تعطي المعلومات، بدها توصل الرسالة وتعطي هاي المعلومة بالضبط. فهذا عائق جدا أمام الصحف العربي وأمام الإعلام العربي بشكل عام بكل ما يتعلق في عمل المؤسسات الرسمية في الدولة. وبنظرك اليوم الجيل الشاب من الصحفيين ومن الإعلام الشاب، هل هو أكثر فيه فكر ثوري، فيه أكثر جرأة، فيه أكثر مستعد يدفع الأثمان بس بده يوصل الحقيقة، ولا ما زلنا هيك نتقوقع كمان الجيل الشاب حول قضية أنه بدناش ندفع أثمان، بدناش عائلتنا تدفع أثمان؟ وين موجودين الجيل الشاب؟ هو السؤال بيطرح نفسه، أي أثمان إحنا بندفعها؟ يعني أنا حسب رأيي من هان أنا بقول كمان لأي صحفي اللي بأي إشي بعرضه للخطر لازم يوقف عنده، حياته وحياة عائلته هي أهم من كل إشي. ولكن في أمور اللي لازم إحنا نركز عليها ولازم إحنا يعني نضغط إنه هاي تكون موجودة على وسائل الإعلام وحتى على سلم أولويات وسائل الإعلام كقضية التحرشات وقضية كل التفاصيل الموجودة في هذه. أنا بعتقد أنه أغلب ما يتم تداوله في الإعلام هو يرجع إلى المنظمات الإعلامية نفسها ووسائل الإعلام نفسها غالبيتها. إحنا بقول أنه في تطور، ولكن نعم الجيل الصحفي اللي موجود هو جيل ثوري، هو جيل عنده طموح لكل قضايا مجتمعه، جيل وطني عارف في مجتمعه عايش قضايا. الإشي احنا قاعدين بنشوفه يعني بالشارع حتى على وسائل التواصل الاجتماعي بنشوف في قضايا صارت تطرح بشكل كبير. يعني على سبيل المثال قضايا المعطيات اللي تشير لتوجه النساء اللي تم التحرش بهن أو تم اغتصابهن كل سنة عن سنة بتزيد، فهذا بدل إنه في وعي معين. لا شك انه وسائل الاعلام برضه في لها مساهمه لانها طبعا هاي النساء طبعا في لها دور كبير، وانا بفكر هذا الدور لازم ياخذ حتى حيز اكبر. بتم استدعائك او دعوتك لمدارس لتحكي عن موضوع التغطيه الاعلاميه في قضايا التحرش، ولا هذا الامر يعني ما بهم المدارس بيقوموش في واجبهم في هذه القضيه؟ للأسف الشديد لليوم ولا مرة تم استدعاء إلى أي مدرسة بهذا الخصوص بشكل عام بشكل خاص. ولكن في يوم الإنترنت الآمن دائما يتم استدعاء إلى عدة مدارس، أحيانا في يعني بيكون عادة في مدينة الطيبة. من خلالها أنا بتطرق لهذا الجانب، وإحنا يعني المعطيات بتقول انه اغلب النسبه الاكبر من اللي يتم التحرش بهم هم اطفال صحيح في سن صغير. فاحنا بنتعامل مع يعني بشوف انه في يعني دور مهم للمدارس انه تستدعي مختصين، تستدعي ناس اللي يكونوا في مع الاطفال ومع الشباب اللي يعني مثلا في اليوم في فروع للاعلام بالمدارس، قديش بتهتم انه يعني تطرح قضية التحرش الجنسي من خلال فرع الإعلام اللي المدرسة بتعمل عليه؟ يعني مهم جدا هاي القضية. مهم جدا كمان توعية الأطفال لمخاطر الإنترنت، لمخاطر التيك توك، لمخاطر التحرشات. ممكن يعني على سبيل المثال في كان عن حالة معينة اللي الطفلة أصلا ما كانت طفلة بصف ثالث أو رابع ما كانت تعرف اصلا اساسا الشاب اللي بيحكي معها هو بيحكي معها بتحرشات جنسيه في هاي حال ما كانش عندها ادراك ووعي حتى ادراك لهي الوعي هذا اللي عم تعرض له بالضبط. في هذه يعني قضيه صارت مع مستشاره اللي هي عن طريق الصدفه وخلال هي تشرح، فلنا نتخيل يعني هاي قضيه واحده في مدرسه واحده، عندنا يعني نعرف قضايا كثيره. فمهم جدا نعم المدرسه لها دور مهم في اولا توعيه الشباب قبل وقوعهم في حاله التحرش او حاله الاغتصاب او حتى يعني ما بعد العلاج وكشف هذه الحاله. هو قضيه التبليغ، يعني قضيه التبليغ قديش بيتم عنها ان كان في مستوى الضحيه لا عناوين اللي بيقدر يلجأ لها للتبليغ، وإن كان التوعية اللي لازم تتم عن طريق الإعلام. يعني وبدي أرجع للإعلام، أنا بشوف أنه لا شك أنه قطعنا شوط، تقدمنا، تطورنا، صرنا نطرح الأمور بشكل أكثر، بقدرش أقول شفافية تامة، إنما بشكل أكثر فيه
طرح لقضايا جريئة، ولكن ما زال هذا التحفظ والخوف والمخاوف اللي حضرتك حكيت أسبابها بيلعب دور كبير بحياتنا. ضياء، هيك من تجربتك الشخصية، قديش بتشوف إنه زملائك بالفعل عندهم بترتيب أولوياتهم هاي قضية مهمة لإلهم؟ يعني هل قضية هاي قضية التحرش الجنسي أو العنف ضد النساء هي قضية، وبالذات بالعمل إذا نجي، من القضايا اللي بتهم الصحفيين الإعلاميين، ولا هي من القضايا المحطوطة على الرف لما فيش قضايا تانية أنا بسحبها وبطولها؟ للأسف بقول لك أنه تقريبا هي محطوطة على الرف بشكل أو بآخر، يتم التداول فيها. طبعا المسؤولية برضه مش على الصحافة أو على الصحفي بشكل عام، هنالك شح بالمعلومات وبالمؤسسات كمان. يعني كان يوم دراسي مهم جدا لائتلاف مراكز المساعدة. أيوة. كان يعني هذا كان أمر لافت أولا، أنه في يوم دراسي يتم الحديث فيه. أنا قبل سنة ونص تقريبا أو سنتين كان مؤتمر مش عارف أي مؤسسات، أما كان مؤتمر المؤسسات اللي بتختص في هذا، كان مؤتمر في مدينة الطيبة، في بلدية الطيبة، تم استدعاء وتم الحشد إله، ولكن للأسف الشديد يعني الحضور لم يتعدى 20 شخص. أيوة. ولكن كان 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 دعوة بشكل عام للجمهور العام، ولكن اليوم الدراسي يعني اللي حدث هو كان أمر لافت، لأنه كان دعوة نشطاء وصحفيين اللي هم ناس اللي بيقدروا يوصلوا للإعلام. فكان المؤتمر اللي كان في الطيبة في وقتها كان الاستدعاء له خطأ، لأنه أنت بدك تستدعي الناس بس الناس مش عارفة عن إيش جاي. أيوة. أول مفروض يتم بالمستوى الأول التوعي ومن ثم الاهتمام بالتغطية. هاي الأيام الدراسية وكشف الصحفية عن المعطيات، يعني أنا أقول لك بصراحة التفاصيل اللي انعرضت في المؤتمر كانت تفاصيل صادمة جدا، اللي حطت الموضوع بالنسبة لك من الرف على بالنسبة لي. أنا يعني تعاملت مع هاي القضية في أكثر من تقرير، ولكن بالنسبة لي كانت في معطيات جديدة، كانت في تفاصيل جديدة. حلو. ولما أنت تسمعها من ضحية، كانت هناك رسالة من ضحية، ولما أنت تسمعها من مختص، ولما تسمعها مع أرقام، بصير الإشي عندك أكثر لافت. فتكثيف هاي الأيام، تكثيف هاي المعطيات، يعني تغريقها للمجتمع بشكل عام سواء تواصل أو صحفي، بظن كمان الاهتمام في الصحفيين وأنه يكون في دعم لإلهن من مؤسساتهن. أنا بفكر هذا يعني لما في سياسي واضحة أنه إحنا كمؤسسة بهمنا هاي القضية وبهمنا تطرحوها وبهمنا أنه تكون على الطاولة ودائما تكون ترصد هاي العناوين وترصد الحلول ومتابعتها إن كان للناس وللجماهير المختلفة، بفكر بصير في لها أثر كتير كبير على الصحفيين أن يتابعوا ويهتموا في هاي القضية. شكرا كتير لك ضياء حجيحيا، صحفي ومن هآرتس وعرب 48 وراديو الناس. أهلا سهلا فيك في حلقتنا. ومن ضياء رح ننتقل لاستطلاع رأي في الشارع قامت فيه بيان لنشوف قضية الاهتمام المجتمع، قديه بتشعر النساء بشكل عام بشعور بالأمان، قديه بتشعر إنها بتقدر تقدم شكوى في حالة تعرضت أم إنها بتفكر بطريقة أخرى. احنا دائما الضحيه ودائما احنا الاضعف، فهن دائما بيحطوا الحق علينا. فبالنسبه لي انه بالعكس لازم الصبيه اللي عم تتعرض للاعتداءات والتحرشات وليكا لازم تكون هي واعيه ايش عم بيصير معها، مش عشان تاخذ لقمه العيش تنزل ويتحرشوا فيها وتضلها كابته. وفي كتير نساء انا بعرف انه بوصل لهيك شيء، انه انا باخذ عشان أي 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 أعيش وبكرامي وعشان في محل يحتويني أنا بسكت على كتير أشياء. فأنا بالنسبة لي بالعكس إحنا لازم بصوت واحد نعرف لوين يتوجه عندنا مشكلة. حتى في مؤسسات جمعيات اللي بتحتويهن من غير ما تقول عنه، بس تعرفوا كيف لازم يتصرفوا. مع الأسف وجدنا مجتمع ذكوري اللي فيه رجل بيفكر إنه هو مسؤول عن المرأة، إن كان مسؤول عن حياتها، مسؤول عن قراراتها، مسؤول عن كيف تعيش حياتها. لما هو يفكر إنه هو مسؤول عنها فهو بيحق له إنه يعمل كل إشي فيها.
وهي هي واحدة من أهم أسباب الاعتداء الجنسي في المجتمع. بيكون الإشي الأساسي إنه هني بيكون في عندهم خوف إنه هني يتوجهوا للناس ويقعدوا يحكوا لهم عن عن شو هني مروا. وفيش عنا إحنا إطار اللي هو بدعمهن اللي ممكن عن جد يوفر لهن إنه عن جد إذا أنت أجيت وحكيتوا أنا عن جد رح أساعدكوا أو عن جد رح أفيد أو رح أكون مثلاً الحدا اللي رح يحتويكوا بهيك حالي.